استاذ محمود. لا طبعا يعني حلاوتها مختلفة، بس طبعا 2020 طبعا في حسبة تانية خالص يعني، أو نهاية القرن الزمن بتاعي. البطولة رقم 11 صفقت بقى. مرت طبعا بمطبات غير صعبة. أنا يعني شايف كمتابع ومحل، أنا أراها سبحان الله ربنا حب يعوض اللي حصل. أنت شوف البطولة اللي خسرتها في الوداد، أنا عملت أداء أكثر من رائع في البطولة الحالية، ربما مريت بمحطات كانت كفيلة بتحطيم المعنويات والقضاء على أمال الفريق مبكرا. تأتي منها هزيمة الهلال السوداني بكل ما فيها من ظروف في أم درمان، يأتي منها الهزيمة الأصعب يمكن كان التعادل مع صن داونز 2-2، ثم هزيمة 5-0 أعطت درس 5-2 اعطت درس في غايه الخطوره، انه بامانه شديده بحيي عليها الجهاز الفني ومن قبله مجلس الاداره. اوكي، مجلس الاداره بالهدوء و بتحييش قناه الاهلي يعني اللي عملته ودورها. لا لا انا بتكلم بجد. طبعا لا لا دور حضراتكم في الوقت ده يعني كان مهم جدا. اكمل وبعدين طبعا لا يعني عايز اقول لك انه مجلس الاداره مع الاداره الفنيه للفريق في حالة الهدوء والاتزان وعدم الانزعاج ويعني الضغط على اللعيبة بصورة مهرة، كانت يعني عاوز أقول لك إيه، عملت زي حالة هدوء بجانب التنظيم الإعلامي الجيد في الفترة دي من جانب قناة النادي الأهلي، من جانب المركز الإعلامي، من جانب الإعلام بتاع النادي، من جانب جمهور الأهلي، العقلاء في جمهور الأهلي الذين لم يستمعوا ولم ينصتوا إلى محاولات البعض اللي لهد ثقة الفريق في نفسه، لممكن ضرب استقرار الفريق، ودي من ميز النادي الأهلي. ودي أنا أقدر أربطها لك بواقعة سنة 97 عندما عاد الأهلي من خسارة البطولة العربية في تونس أمام الأفريقي 2-1 مع مستر هولمان، وكان الفريق 96-97 وكان الفريق كاد يتعرض لأزمة، وتم المطالبة بإقالة هولمان وقتها، لكن تم كابتن صالح رحمه الله عليه تمسك بالقرار رغم المجلس كله كان ضد القرار، لكن بالاخر استمعوا الى صوت العقل وكان تأييد الثقل هذا هو كفيل، رغم انه كان متاخر ب 13 نقطه الا انه استطاع ان يقدم واحده من افضل مواسم الاهلي في تاريخه ويفوز بلقب هو من اغلى الالقاب في خلال مشوار الدوري. لما اجي اتكلم على ال 5-0 5-2 كانت كفيله ال 5-2 انها تعمل لك ازمه ومشكله وتهد الثقه وتعمل مشاكل وضغط الجمهور والصدمه الكبيره جدا اللي حصلت تكرارا للنتيجه اللي حصلت قبل كده والربط بيها. كونك تخرج وجهاز فني يلم اللعيبه ويحاول يعمل حاله محاولات عز وطلعهم تدريجيا، ثم تكون مكافاه المولى عز وجل ان تتاهل الى الدور الثاني بالنقاط بعد فقدان فريق الهلال فرصه في التاهل، يتحول الاهلي تدريجيا كعادته الى فريق في المباراه الاقصائيه الى استعاده روح البطل، فهو بتوفيق الله لا يقبل مسألة الخسارة، فكان الإطاحة بالرجاء، كان الإطاحة بالترجي التونسي. لا تسألني ولا تحدثني عن ظروف كل فريق ولا تحدثني عن جمهور عدم جمهور، لكل مباراة حساباتها وكان ممكن تتمر بالظروف دي. مباراة عودة المباراة إلى مبارتين والفوز في القاهرة 2-1 وعملت مباراة كبيرة جدا، ورغم أنه خلاص خسرنا وخلاص الدنيا ضاعت والدنيا راحت، لكن برضو عاوز أقول لك بنوع من الهدوء، واعتقد الخبرات السابقه انك انت لعبت في مركب محمد الخامس ربما تكون اديتك ثقه، والاعداد النفسي واللي تم تجهيزه الفريق لعب دور كبير جدا في حاله الهدوء. هذه المره يا كابتن اسلام لاحظ مرحله الاغلاق التام، اختفاء التصريحات، مرحله الهدوء، صمت كبير جدا من داخل الجهاز، دي احد النقاط الرئيسيه والاساسيه. ها وهدوء الاعلام حضرتك اللي حصل ده، وهدوء الاعلام لما تقارنه ببطولة السنة اللي فاتت بالضجة اللي دفعنا ثمنها، انت عارف ان ده كان عائد على شكل اللعيبة في الملعب اثناء المباراة. طبعا والضجة اللي حصلت بسبب الملعب تم جر النادي وجرنا الى مشكلة احنا مش طرف فيها السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت فتم انت السنة دي تم استيعاب الدرس بصورة كبيرة جدا، كان هناك هدوء، فكانت المكافأة بهدف محمد عبد المنعم المتميز بأمانة شديدة، اللي هيكون من اللاعبين اللي ليهم خطوات كبيرة جدا في المرحلة السابقة، لاعب واكتشاف مهم جدا بأمانة كبيرة جدا. ويتم تحية تعليم مين؟ كارلس كروش. كارلس كروش شاف عم منعم في لقطة وقدمه لمنتخب مصر، وعم منعم له في مباراة المغرب رأسية ذهبية منحت منتخب مصر التعادل عندما ارتدت لمحمد صلاح فسجل منها في ياسين بول. يعني عاوز اقول لك ايه، هو امتلك كل الخبرات،
فلما تيجي تقيم المشهد، هي بطولة هي الأغلى؟ هي بطولة رد الاعتبار أن البطل مش بيفرط في حقه، دايما بيحاول، لكن يصل بإيه؟ يصل إليه بالإخلاص، بالعمل، بالجهد الكبير جدا، بحالة الاهتمام الكبير جدا من مجلس الإدارة اللي بيوفر كل الإمكانيات يا كابتن إسلام، دعم كبير جدا، توفير كل عناصر الراحة، مدير فني تم إحسان يعني اختياره بتوفيق كبير جدا. عاوز أقول لك إنه القادم أفضل. في حالة الفوز ببطولة أفريقيا ستعيد كثير من الأمور، وأكيد هيكون في حاجة مختلفة عندما يذهب الأهلي إلى كأس العالم للأندية، عندما يذهب إلى سوبر ليج أفريقيا في تنزانيا، عندما يستعد للبطولات، وكمان بطولة الدوري إن شاء الله نحافظ على التقدم ويكمل الأهلي فيها، عند بطولة كأس مصر. لن تهدأ ولن تتوقف ألقاب الأهلي وبطولاته، لأنه خلفه جمهور لا يفقد الأمل فيه، ويعمل ويساعد ويدعم، ومجلس إدارة لا يتأخر.